بسم الله الرحمن الرحيم. كليكروميت سنسيتيف جلفانوميتر، عندي فرق جهد صغير جدا موجود على مقاومة ار سمول، عايز اجيب الفرق الجهد ده باستخدام سنسيتيف جلفانوميتر، وده بيكون المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عايز اجيب الار جي اللي هي الريزيستنس بتاعت الجلفانوميتر. فانا ببدا اوصل الدايره زي ما انا شايف كده، في دايره رئيسيه اللي هي فيها الفاريبل ريزيستور والباتري والار سمول اللي هي متلونه باللون الاحمر. بعد كده باخد من عند الطرف A و B برسم اللوب التانية، وبيكون فيها ريزيستور بوكس وبيكون فيها السنسيتيف جلفانوميتر متوصلين سيريس زي ما انا شايف باللون الازرق. دي البانل بتاعتي زي ما انا شايف فيها. اول حاجة الدي سي سورس بتاعي، وعندي سمول ريزيستنس ار سمول، والفاريبل ريزيستور اللي اتحكم فيها في التيار اللي ماشي في الدايرة. فهوصل الدايرة الرئيسية بان انا بوصل الدي سي سورس والار سمول توالي، وبعدين من الار ريزيستور الصغيرة لحد الفاريبل ريزيستور. بعد كده هاخد من الفاريبل ريزيستور لحد الباتري عندي، كل التوصيل ده متوصل توالي. ده اللي هو كانت الفيرست لوب او اللوب اللي كانت مرسومة باللون الاحمر في السيركت بتاعتنا. بعد كده هبدا اوصل اللوب التانية ما بين الطرفين بتوع الار سمول، هاخد الجالفانومتر الطرف بتاعه هوصله للار سمول، بعدين اوصل طرف الجالفانومتر بالريزيستورز بوكس صندوق المقاومات، واخد الطرف الاخير احطه على الطرف الثاني للار سمول زي ما انا شايف كده. كده الوصله بتاعتي جاهزه تمام. هبدا بقى اظبط باستخدام الفاريبل ريزيستور افضل تيار عندي يكون الكونتور هو الماكسيموم بتاع سنسيتيف جلفانوميتر، وليكن في الحاله بتاعتي 30 مايكرو امبير. بعد كده اتاكد المقاومات كلها داخله، يعني ريزيستور وبوكس آري صفر. أبدأ أشيل أي مقاومة، وليكن أنا أبتدي بالخمسة أوم. لو ما كانش فيه تغيير واضح في الكرنت ممكن أحط الخمسة أوم وآخد العشرة أوم وأشوف الكرنت عندي بيساوي كام في الحالة دي. بعد كده احط العشرة واخد العشرين واشوف الكرنت بكام. بعد كده احط العشرين واخد الخمسين واشوف الكرنت بكام. نفس الكلام ممكن اعمله مع المية وهكذا. في النهاية برسم العلاقة ما بين الار ريزيستور بالاوم والواحد على اي، هيديني خط مستقيم زي ما انا شايف. من السلوب بتاعه بقدر اجيب فرق الجهد ما بين النقطتين A و B، ومن الجزء المقطوع بقدر اجيب قيمة الار جي.